فيها توتر وفيها صعوبه بالشكل ده، انا شايف ان دي نتيجه مقبوله جدا ان النادي الاهلي قدر يخرج بالمباراه بالشكل ده، وان هو طبعا حظ النادي الاهلي وحظنا كويس ان الكره ضربه الجزاء ما دخلتش، لان لو كانت دخلت طبعا اكيد كانت هتغير شكل المباراه صح. وكانت هتغير ريتم وسيستم المباراه بشكل كبير جدا يعني. طيب ازاي شفت مستوى الاهلي عموما النهارده، او ازاي سير كولر المباراه سواء في الناحيه الدفاعيه اللي كانت واضح ان هي الغلبه ليها في المباراه النهارده، او في فكره التحولات الهجوميه يا كابتن هاني؟ بص، النادي الاهلي لعب النهارده علشان ما يخشش فيه جول. نعم. خلينا نبقى نتكلم كلام كوره، ان هو ما يخشش فيه جول، بمعنى ان انت تلعب تحت الكرة، انت ما بتضغطش، ما بتروحش تقابلهم بشكل كبير، بتستناهم علشان تضيق المساحات وتضيق المسافات ما يقدروش ان هم يلعبوا فيها بشكل كويس. ايوه. وتحاول ان انت تخطف جول. يعني ده ما حصلش الشوط الاول، لكن في الاخر قدرت ان انت تخرج بنتيجة 0-0. ما كنتش حابب ان النادي الاهلي يبدا كده، لكن في الاخر ده اسلوب ودي كنت طريقة. كنت تحب يبقى ايه التعامل يكون عامل ازاي؟ كنت احب ان احنا اللي نبدا بالضغط عليهم، ان احنا نحاول ان احنا نجيب جول، ان انت لو جبت جول الماتش خلص. مفهوم. فاهمني؟ لكن هو الظروف اللي ذكرتها حضرتك كابتن هاني نفسها هي اعتقد السبب ورا ده، انت كسبان 2 وقدام الجمهور ده ومتوقع ان الرجاء يبقى نازل بالقوه دي، فتعالى نستقبل الضغط وبعد كده نضيع النص ساعه الاولانيه نبدا نفوق شويه، اعتقد ده اللي فكر فيه كولر يعني النهارده صح؟ اكيد. وهو طبعا بص، هو الادرى برضه بامكانيات لعبته، وهو الادرى اكيد في سيناريوهات كتير كانت محطوطه للمباراه. وفي الاخر اصل انت كمدرب انت مش بتحط سيناريو واحد. لا، في عندك كذا كذا سيناريو. اضغط، لا العب من نص الملعب، طب اقسم الشوط، طب ابدا ان انا يعني مثلا الاستحواذ يبقى معايا. يمكن دي كانت نقطة سلبية شوية النهاردة، إن النادي الأهلي الشوط الأول ما قدرش إن هو يحتفظ بالكورة صح. أكتر من 5-6 باصات والكورة كانت بتتقطع صح. وده كان عبء على فرقة النادي الأهلي.